حلوة ومرة. رمزي خطار لو ميوزيشيان، بعد طول لو ميوزيشيان بدق موسيقى وبقص شعر للكلاب كمان. صار لي تقريبا بالقص شعر الكلاب صار لي شي 20 سنة، كنت ساكن بفرنسا، حبيتي انا ونازل على شغلي كل يوم، في كان تواليتور دو شيان مقابل الباسطو بتفرج عليه كل يوم، فوت كلب يطلع كلب فوت، وكان كل كلب احلى من الثاني. هذا اخذت معلومات منه وين فيني ادرس، واخذت كورسز بفرنسا. عندي علاقه مع الحيوانات، بيقولوا عني دوغ ويسبرر، اصلا بحكي مع الكلب بيفهم علي دغري وبيرتاح معي دغري. في ناس بيهجم عليهم بيعضهم دغري الكلب، انا لا بالعكس، لو كان مأذي بالعكس انا بيجي بيلعب معي دغري، بحس الكلب منه لوحده. كثير بعدين طريقة الشغل معي ومع الكلب بلا ما احكي بيفهم دغري، بس حط ايدي وين بدي اشتغل فيه دغري بيعطيني ايده يما اجره، وبعدين بيصير مثل كلبي، زبوني صاحبي شو ما بدك سميه، بيصير بسأل عنهم. كلب بده جنينة ويلعب وينبسط، أفضل يجي يكون عم بيقص بمحل يكون مرتاح فيه الكلب، ما يروح يقص مثلا بمستشفى يعني ما عند حكيم. أنا علقت فيها لأنه بعملها منيح والعالم بطلوا يخلوني، ما في وقفها يعني، بنسى الدنيا كلها وقتون عم بشتغل فيها. اهلا وسهلا بالاستاذ رمزي خطار وبانزو كمان، انزو مشرفنا كمان على الاستوديو. ما تنقذي منه ابدا. لا ماني نازله منه، بس البنات خايفين على كولوناتهم. رمزي مثل ما شفنا بالريبورت انه حضرتك بتهتم بالكلاب وتزيينهم وحمامهم وقصة شعرهم، ولكن حضرتك موسيقي وكنت تعزف على الدرمز، ليه هالتحول اللي صار؟ ما وقفت اصلا موسيقى بعدك لهلا. ايه، والتحول انه بلش معي وقت انا وصغير كان عندي كلب، بلشت قص له انا، بعدين حكيم شجعني انه قص له لكلبي. وبفرنسا قعدت مده بفرنسا، هونيك تعلمتها وانغرمت فيها اكثر. يعني درست اذا فينا نقول. ايه اكيد. اوكي حلو، بروفيشنال. شفناهم كمان بالريبورت قطعوا معنا. بتسمع موسيقى للكلاب؟ على طول في ميوزيك عندي انا للكلاب لالنا. من وجهه نظرك هذا الشيء بتساعد الكلب على نفسيته؟ اكيد. ماجي عم بتعيط، انزو هي سبيكس انجلش. انجلش؟ يس. انزو هاني هي از انجلش اديوكيتد. انجلش اديوكيتد، حلو كثير حلو. مهضوم انزو قد عمره؟ عمره سنتين انزو تقريبا. اها. رمزي هيدا اللي بيسموه الويست هايلاند تيرير. ويست هايلاند تيرير، كلب صيد هيدا. لوين رايح؟ هيدا كلب صيد. حلو بكذب. انا دايما عندي الشانس. انزو بدي اعزبي كارلا. انزو قد ايه ضروري؟ كم هير انزو، اي هاف سم بسكتس فور يو. انزو ماجي ليكي، انا بدي اساله سؤال لانزو، بده يكون عاقل ولا ما لازم طلعت. يا اكيد. رمزي قد ايه ضروري يعني ينقص شعر الكلب بطريقه يعني بانتظام من ناحيه النظافه؟ حسب النوع الكلب. حسب فروته يعني قصدك؟ لا، بريد تبعه. حسب مثل هيدا التيرير، هيدا كل شهرين بده حفله. في كلاب بدهم كل ست اشهر حفله، في منهم مره بالسنه. والشعر واصدفير كمان وهيك قصص؟ اكيد. والاجرين واسنان كمان؟ اسنان اضبط فيترينار بيعملهم، لانه يمكن بده اختصاصي هيك من هون مثلا، هو لانه ما بعرف اذا الكاميرا رح تقدر تاخذ انزو. تعا مشان انت يشرح لنا رمزي على شو عم يحكي. قد ايه بياخذ وقت رمزي؟ بياخذ وقت تقريبا 3 ساعات ماكسيموم. كل مره؟ كل مره 3 ساعات. حلو. اكثر منا بس نكون احنا يعني تواليتاج. مزبوط تواليتاج. مزبوط. طب خبره 20 سنه بهالدومين يعني ما بتخليك تحس انه صار عندك خبره بالبيطريه اذا فينا نقول؟ شويه بفضل ما فوت فيها دومين بتركها لاصحاب الاختصاص. اكيد اكيد.
وشوفك كان عندك ماجي مش قادره بدي اعرف عندك كلب بالبيت ولا لا؟ لا لا ما بتحب. ما عندي كلب بس ابني كثير بحب الحيوانات عبيله يكون عنده كلب فواعدينه انه باخر السنه بدنا نجيب له كلب. بدي اسالك رمزي ما في صعوبه مثلا انه تجمد كلب 3 ساعات يعني ما بعرف؟ دائما تاخذ اول شيء كل شيء بيرجع لصاحب الكلب اذا معلمه من هو صغير على التمشيط وانا عندي دغري بعلمه بساعتين اذا لو شو ما كان ساعتين ما بينسى يعني بهالساعتين وبيصير على طول بده يجي وبيعرف شو ناطره ومبسوط وبيعرف حاله رح يطلع بحس بهالشيء بحس ايه انه جاي يتهكي يتبودع مساج وبيتجهز نفسيا موسيقى وجنينه مثل ما شفنا بالريبورتاج. قد ايه فيك تغير بلوك الكلاب؟ يعني بنعرف كمان في مسابقات عالميه بتتم بقصه الشعر وكيف لازم تصير الكنيش اكثر شيء فينا نعمل له كذا كوب هيدا بينعمل له في عمل له مره قصه قبل هيدي بالصيف الصيف الماضي قصيته مثل ايدي فيكس مثل ب استريكس او بيليكس ايدي فيكس بيجي ارفع اكثر دينار فيع اطول هو زيته في صورته يمكن ما بعرف اذا طلعت يمكن قطعت وزبونات بيجيبوا شيء معين لتعمل مثله يعني بفوتوا بهالتفاصيل بفوتوا ايه اكيد بحبوا اكيد انا بحب البيت اللي فيه اولاد صغار يكون فيه حيوان ليتعلموا الاولاد على الالفه وللرحمه للحيوان يعني ومسؤولية. مسؤوليه مشان ما ياذوا الحيوان مشان لان في اولاد كثير او في عالم ما بعرف ليه بحبوا ياذوا الحيوان يعني هيدي دليل عن نفسيه عن عقد نفسيه فانا كثير بحب يعني عندي عصفور عندي ارنب عندي تورتو انا بعرف يعني عندك جنينه كبيره الان كمان ايه مزبوط تسمح انه واحد كمان يربي حيوانات مزبوط. ان كان خارجه ولا صح فهلا عندي كل هول الحيوانات وبجرب انه اولادي هن يهتموا فيهم يعني يحطوا لهم المي والاكل ويكونوا يتعلموا يكونوا حنونين معهم بس وعدتهم هلا بالكلب اذا بتنجحوا بالسكول بجيب لكم كلب ايه بس الكلب انا بحس الكلب رح يكون برا مش جوات البيت مع مي بفضل يكون برا مش جوات البيت هلا ما بعرف اذا تعودت يمكن وحبيته كثير ما بعرف يمكن يصير بقلب البيت بس ما عندي فكره لانه عنهم بعد ايه مزبوط نحن ما نسينا انا بلا نعزمها معنا هالجلسه الحلوه والاليفه هيك والمهضومه بدي شكله بده يجي لعندي شكلك بده يجي لعندي انا بلا من الاول كانت فايله انا بلا حرام انزو لا تعرف على الكل بس ما تعرف عليك بعد صار له ساعه بيطلع فيي وقت جرك بده يجي يرد لي عليها من عليه انزو حيطن البلد انزو كم اب 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 ستي هلا انزو انشهر شو قلتي؟ انشهر انشهر انزو اكيد اكيد حلو الكلب الكلب تحديدا هو افضل صديق للانسان بيقولوا لك انه بيفهم يمكن اكثر الحيوانات بس انا بدي اسالك عن شغله بما انك يعني بتفهم فيهم انا حضرت ريبورتاج عن تلفزيون اللي بيقولوا انه الكلب اوفى صديق للانسان بس حضرت ريبورتاج بيقول انه لا هيدا الشيء مش مزبوط لانه باي وقت ممكن الكلب ما بعرف بالعربي بيقولوا بينسعر او ما بعرف شو بيصير له ممكن يأذي وصوروا كذا كيس الكلب الاليف يلي صار له فتره عايش بالبيت اذى اصحابه في منهم ماتوا منهم تشوهوا قد ايه مدى حسب كيف عاملينه وبعدين انا بعتقد العمر كمان بيأثر ممكن بيخرف ادم في بس مزبوط. يكبر يأذي بيقولوا لان الكلب بيخرف يعني. باخر سنينه معقول كثير في بيخرف بس بدل نشيط يمكن مشان هيك بيأذي معقول انا بدي اسالك رمزي بتهتم بالكلاب ما شفنا ولكن شي مره هيك قصيت الشبسينه خاصه الشعر طويل بلشت عملت هيك كنت اعمل كم بسان قطع علي بس انه ما حبيتها لان البسان مش مثل الكلب يمكن بدك تنيميه ينعطيه كلمه ما بيهدى ما مش رح يهدى مثل الكلب الكلب اكثر في الكلب يعني بيسمع بيردن لما بيعطيك ايده رمزي خطار يعني مهنة كتير حلوة وغريبة وإن شاء الله هيك بيكتروا شوي لنضل نشوف الكلاب نظيفة ونحبها أكتر هي أهم شيء وقت الواحد يجيب كلب بعده صغير بالبيت لو هالقد من وقت هو صغير يعودوا على التمشيط منه بيقولوا لك لا بعده صغير اللي شو ما بده لازم مثل البيبي يعني يتعلم يتعود وبس أكيد نحن نشكرك وبنقول لانزو باي باي هلا رح ننتقل لزميلي انابيل لحتى نتعرف على ضيفتها